ابداع كنقولوا ديفي فيه بسام وفيصل وميغالو بالحق ابداع معناتها شو مال ابداع دي سبورتيف دي سبورتيف سينو هكا خارج تقول سبورتيف صار والا ما صار هاي يلا صار ولا ما صارش الخبر الاولاني الحكم على ام بشهر حبس خاطرها قالت لولدها اقرا يا بهيم البلاد وين صار ولا ما صارش تنقول لك من بعد لا كان في تونس ما صارش يا الاجوبه فيسع صار ولا ما صارش اسمع كان في تونس ما صارش يا ولدي قلت لك وين ما قلت لكش انت جاوبني وانا بعد نقول لك هي كان في تايوان تنجم تكون صارت ولا ما كريم ما صارش مريم ما صار فوزي صار ميغالو صار فايصل صار الاغلبيه صار 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 والجواب صحيح صار وي فوالا وي عليك وي عليك عارف شو نقول لك وي هذه صارت في الكويت لأنها قالت لي ابنها أدرس يا حمار تم الحكم بالسجن على الأم ما قاتلوش يا بيم يا حمار قاتلوا أدرس يا حمار أنا نأكد لك هذه كان جيت في تونس أمي تشد طول طول شبعتني به كريم كمان قانون أقبل قانون أنا كلمة هذه القانون لا ما صار لنا شيء ما قاليش أنا أمي أمي تقوليش يا بهيم ما تقولكش قول يا جحش يا بوجيادي مثلا كنت صغير تقول وبابا يحط لي غنيه تحفيزيه على الصباح كي نجي ماشي نقل اللي هي طريقك مسدود يا ولد ولكن تحفيز على الصباح وطريقك مسدود 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 تقعد مسدود هكاك شو انا دخلت المكتب انا نتصور لي باروم هما ناس كبار وثقافتهم بتاتر مش كيما الثقافه نتاعنا والا دونك ماهيش عن سوء نيه يقول كلمه طايشه وبرا ما يعنيهاش ما يقصدش ما يعنيهاش انا نتصور يا ولدي ذي مستحيله شنو معناتها الام تحكم عليها بشهر حبس خاطر قالت الولدة قالت ولدها اقرا يا بهيم تقول اللي تحب الولدة وتعمل فيه اللي تحب مادام امه تحب ما تحكمش عليها بشهر عادش دخل امه للحبس هذا ظلم هذا ظلم هذايا ما يصيرش انا شفت قالوا لك يا بهيم شويه امك ولا ابوك ولا ضربوك بوك شوي تي كانوا قبل الوالدين يضربوا صغارهم يعطيهم تريحه بالكرفاش والله وطلعوا رجال وطلعوا نساء سامحني غنكمل وطلعوا رجال وطلعوا نساء في البلاد هما اللي اسسوا وكونوا البلاد هذه لا 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 ما تقوليش انا مانيش ضد انا مانيش ضد التربيه انا لو ريسبي ميتوال انتر لا 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 سامحني مانيش موافق انا فما صغار فما صغار يلزم تتضرب وفما صغار يلزم تتربى فما اللي ما يفهمش ما يقدروش ضرب صغير نتاع قرصه نتاع يزع شي نتاع كذا لا 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 اما ضرب مبرح يعني يسيء الظلم شوف هذا البشر مرفوض بصراحة خلق ربي باش ما يتضربش انا حتى مش معاه الموضوع مانيش موافق ما يتضرب مانيش موافق ما يتضرب فاهم هو ما يتضرب لا لا مانيش موافق كانوا عندنا هذوك تحط له الفلفل وتحط له من عشرة حكيت لي فيه الريق البارد هذاك كل نتاع الفلفل صغار مرعوا بيه انا حكيت والله والله نعرف صغار من عائلتي بلاد فول صغير مرعوبين من حكايته نحك لك الفيلم ما فهمتش انا فما صغار ما يفهموش جيلو بيرج من كلمة مثلا ضياف ولا حكايش تقول له ساس في با عايش والدي فما صغار ما يفهموش نقول لك حاجة دق له الفلفل في فمه نقول لك حاجة دق له الفلفل دق له الفلفل عليه الكلمة زادة ما عادش يعاود فهمتش وركبة في فمها عتوبيه لا لازم الضرب لا انا زاد الضرب
نحكي لك الضرب الخفيف ركبه من فماعته تغضوا من ركبه بالهنيه كنت تعفزت على راسه اما نيتك صافي تبني انت نيتك باش تربيه فهمتني بالسبت بالحياصه لهنيه وتقول تعطيه وراه وذنيه علاش العنف علاش العنف علاش الضرب ما فهمتش علاش الضرب وبان منطق جد تهز يديك ركبه في فماعته يزي علاش يزي يا راس شدت منقل وتشخر وتحط تكت عليهم فاس يزراق تهزوا تتلوحوا تحرقوا احرقوا ادفنوا حي وتضربوا العنفله اما لازم العنفله انا مع الضربه زي ما العنفله لازموش يتعمل اسمعني تفادلك راه مش بجد جي فادلك قاعد تفادلك اسمعني عليه حتى تفادلك انت توا معناتها مش كلام سي با سيريو كيما الضربه مش تعمل لي هرد بالك من دون تفادلك الطفوله يا ولدي قد بتشكي انا يعرفوني فادلك ذا عمري ما ضربت حد قتلت عبد نمشيو للخبر بس كيما فيسع بس شوف فيسع واش نقولوا زاد حتى بس نمشي فما فازة أخرى زادة في الضرب أي. البيات اللي يضربوا ولاده فما حاجة أنا سؤال مثلا كلي الضرب سؤال تولى فهمت يبدو يضرب فيك بالسبتة ويقول لك أسكت لن أضربك سويت تتضرب تبكي ويقول لك أسكت وكما تسكت نضربك فهمت فما حاجة أخرى زادة تعبها ما كنت تعملها على الأخ يقول لي أسب برجي بالسبتة قول له عليه ما باش تضرب قول لي برا جيب السبته خير اي قول لي برا جيب السبته خير ما نضربك شوف قداش انا كنت بسابتك مالي كي باش نجيب السبته باش يضرب كيف جبت السبته باش يضرب وانا كلب هيما نمشي نجيب له السبته ونجي قول لي لا مش هذي مش المرا جيب لي سبته كحله وانا كلب هيما ارجع نجيب له سبته كحله في دار مسنين راجل كبير عمره 102 عام تحرش بمرأة كبيرة عمرها 92 عام كيفاش؟ صار ولا ما صار؟ كيما قريتها قريتها انا صار ولا ما صار؟ اعطيني لجو اسمعني لجو 102 عمره 102 ضد 92 هذي علميا ما يجيش اي يجي شو يجي علميا ما يجي صار 102 شو معناتها تحرش؟ شوي بزنس عليها بزنس اي شنو هو علميا ما ينبزنش 101 يا ولد هو السؤال في طلع ما صار صار ما صار 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 تقول كل اسمع خير يموت ها يا سيدي مالا صار 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 في استراليا وين في استراليا؟ في استراليا نقول لك فين؟ مازالت البركه في سيدني فوالا مازالت البركه هذا اللي دعوا عليه قالوا له يعطيك الصحه وطول العمر هذا هو الراجل بالله سامحني قديش انت باش يحكموا عليه عمره 102 باش يحكموا عليه ربع ساعه يشد ويروح درجين درجين عمره 102 عمره تبارك الله عاش حياته الكل معناها قديش باش يحكموا عليه؟ هو رفع به قضيه كريم فما ناس تعيش راهو 120 سنه لا مش على تعيش 120 موجود اي قليل اي قليل لا احنا معاه انه في تونس 105 115 موجود موجود ان شاء الله الاعمار باذن الله ما يفوتوش 115 جدي عمره 112 ومازال يطنطن مازال يتحرش والله 112 مازال يتحرش لقاله اش قاول على الحكايه هذه اش قاول عاديه جدا شنو المشكل تحرش جريمه شنو يتحرش يا ودي في استراليا مش جريمه مش من جريمه تو كان يسدي بعضهم يجرحوا الزوز في العمر لا ما يتحرش مغربي في العمر هذا كان يتحرش واثناء وقت الغذاء معناها الجريمه يعاقب عليها القانون في كل القوانين في العالم يا اخويا ليش بالكلام عشان يخوضها يخرج تو رئيس استراليا المعايل دلو الولد اللي يتكلم وقال له كلمه كلام يا اخويا هاك مرتضى منصور وين؟ يرتضى عليه ربي برك هذاك الاخبار الموالي الور مراه في امريكا عرست بمحطة قطار محطة متاع ترينو شو جابت فاقونة بعد حب دام 36 سنة اسمع دخل جابوا شنو فاقونة دفع يمشي حد سارة أخذ بعض اللي عارس بكعبة بيتزا أنا يتولي كل شيء يصير ما تصير ولا سير صار؟ صار ما صار أنت ما صار صار ولا ما صار؟ إيه كيفيش؟ أنت واعي في سقاعد جاوبني من بعد طوفر أنت فاهم إيش معناها عرس صبرك علي صبرك علي صار هي عشرة و صار ولا ما صار؟ هتوصل صغار وعائلة كان فسر لك مش تقول لي اسمع هذيك عندهم وقت ضايع وما عندهمش وعندهم عيش بعد نحكيو في الخبر عندهم برشا فرق صار ولا ما صار؟ بالنسبة لنا صار ما صارش مريم صار فوزي صار ميغالو ما صارش فيصل ما صارش ما صارش ما صارش يا سيدي الاخبار صار نفسر لك وحماتها شنو هيا 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 محطة الواجهات حماتها معناها كيفاش يجيبوا صغار زعما هيك تدحنس على رجل تدحنس يا ماما اللي هي المحط يجيبوا ولاية تسميها روتار ولا حاجة ها يا سيدي اسمع العالم مرض كارول هذيك تؤكد على سلامتها العقلية انها بدأت تحب محطة القطار وهي في الثامنة من عمرها ولم تكن تعرف أنها تحبها إلا بعد اكتشافها وجود حالات سابقة انجذبت
للاجسام الجامده. اه هي متعدده لازم يحبوا كيما الاماكن كلها لا مش لوموند والله اي واحد ينجم يتغرم فما بلاصه تعجبك تحب كيفاش عرست عليها عدو الجزائر باه يقولوا هات تقبلين الزواج بمحطه تقولوا نعم ولا محطه باش تجاوب جاوبك قبل باش تجاوب وقت المحطه قابله بطبيعتها شو باش قابل قابل ثم رضا في الحكايه ليه مش كيف نحن هما ما البيتزا كيفاش رضات به ببلخ مو قال لك نظريه ناحي الجبن ما نحاش الجبن ما نعرفش ناحي السكك كذا شو نقول لك حاجه هالمراه ما مصتها ومركز صحيح عامل لها هيك استاوله وكريسي عامل لك معناتها مصتها فاضي شغل لي ودي فاضي شغل كلاس هي الهم قول وزغه في الحين سامح شريف تجيك بنتك تقول لك نحب ناخذ ريم تتفرج بوكا شي تجيك بنتك تقول لك نحب ناخذ ريم نقطعها نقول لها انا تعرف ننصحها نقول لها سايبه عليك ولا ننصح تشد صحيح نحب ناخذ محطه ترين اي نحط على السكه قول لها شوف حاجه على مرتاح انا مرتاح قول لها شوف حاجه على قدك معناها شوف حاجه شوف ما نعرفش انا التاكسي شوف لواء شوف ترين وجمله قول ابدا بشوي بشوي فهمني تبدا بالتاكسي تبدا بالتاكسي بعد تبدا بنقل جماعي بعد تبدا بكار بعد نقول لها تعدي للترين وذيك مرحله اخرى الاخبار الاخراني فما بلاد عاطيه الحق للبقر للبقرة باش يكون عندها بطاقة تعريف شخصية في الهند صار ولا ما صارش؟ ما نتناقشوش صار ولا ما صارش؟ صار صار ما صارش صار صار ما صارش صار في الهند علاش ما صارش كريم؟ ما بقرة عندها لا في الهند يعبدوها في الهند هذاك يعبدوها مش عندها بطاقة تعريف كيفاش يوقفها عبد تعطيه وش عاوز تخبيها بطاقة تعريف؟ ما عندهاش مكتوبة معناها ما نعرفش تخرجها من فمها تصور بقرة باش تخرج البيت رواه من اجي والمهنة شنيا حلابية يحلبوا فيها يحلبوا فيها المهنة يحلبوا فيها عليه سامحني تو بقرة عندها بطاقة تعريف معناها عندها حقوق اي كي تحلبها تنجم تعديها لك تحرش هذايا عادي جدا بالحق معناها تحلبها تعديها لك طيب والله وقفها عون فوزة صار انت قلت فوزي اي صار اي علاش صار؟ خاطر برشا كلاب واحد يسافر مع كلبه ما عنده باسبور الكلب. اي فوالا انا شفت مره في احد القنوات العربيه اوتيل نتاع كلاب. في تونس عندنا منها الحكايه. اسمع اوتيل حشخنا يا ودي فرشيه اقسم بالله العباد اللي لقاوا فرشيه تغطى بها كلب وبلازما وتدوشنا وترقد فيه وتعمل تبنى عليه تقول له نني 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 عندهم مضمون. يعني فهمت فعندهم علاش لا؟ فما بهايم عندهم مضمون. تقعد عند الفلاح بورقه يعني فهمت كيفاش؟ مضمون يا سيدي صار هذا في الهند في الهند بطاقه تعريف عندها بطاقه تعريف خاصه في الهند في ايطاليا بهايم عندهم نظام في ايطاليا تفرجت فيها مع النظام وراهم ضامنهم في التلفزه البهايم بهايم صفين كلها متوالفه مضمن مش تقعدوا مع البهايم والله جبت لي في الاخبار معدينا هذا مضمون اكتشاف اكتشاف بهيم عنده موهبة الغناء هذا هو على طريق على طريقة الأوبرا هذا هو بيدو عنده مضمون صار ولا ما صار غير مضمون مش ظاهر غير مضمون صار ولا ما صارش أعطيني الإجابة صار 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 فوزي ويغني خير من برشا عباد لا بصراحة واحنا مش خدع صار مش ماشيين للبيع عندنا برشا حشاش مريم صار ولا ما صار برشا باهم يعرفوا يغنيوا في تونس صار إلا كريم ما صارش علاش سمعت فوزي إيش قال؟ ما فماش منها أنا اكتشاف بهيم عنده موهبة الغناء عن طريق هو اشترى الاخبار صحيح اكتشاف به عنده صحيح عنده حاجه اخرى موهبه الغناء مثلا ما نعرفش انا به ما شنو عنده به مواهب خلاف شنو ينجم يكون عنده؟ شنو ينجم يكون عند مواهب عند البه علاش نقول به بتضحك؟ ربي عليك به مش باش تكون عنده مواهب البه مثلا يصد 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 موهبة السكان يقف على سياق واحدة مثلا لا يا نجم لو سمعني عبد تجي تشد له في البهيم عنده مواهب مش عنده ما عندوش عنده عنده مواهب قاعد خزر وش نخاف انت قاعد تستخف بالموقف نستخف بالمش تشوف الفيديو ولا نحقر فيه تشوف الفيديو تو ما عادش تحقر البهيم والله مخي باش يقف وري ترى لاحظت شي حاجة اسمع البهايم تاعهم على محلاهم والله بهايم والله شبيه شبيه مزيان ما يهزوش عليك كريتا يا غصن
مصحيح بيم بوغوز مش تونسي ما اسمع علي مش تونسي ترابور للبهيم اللي عندنا لا لا احنا البهيم نتاعنا ما يعملش هك نعمل؟ والله البهيم نتاعنا ما يعملش هك ليه ما البهيم نتاعنا عنده خاطر البهيم البهيم تاعنا يناق البهيم تاعنا مسكين البهيم تاعنا والله البهيم تاعنا يناق مش بهيم بهايم هذا البهيم عندهم يظل يا بهيم وفما البهايم هذا يا بهايم عادش بيه في الحيوانات فما البهايم يسمع طريق حتى من طريق بهايم مش كيف عملت انت كان عارف الفيديو بهايم مش عارف احنا البهايم تاعنا نزرنا بطريقه اخرى اسرى البهايم تاعنا ظاهر بهايم شو مش عادي بهايم خبزاوي احنا البهايم نتاعنا كي يخرجوا صوت يخرجوا صوت يا اخي الصحة نحب نحكي في موضوع اخر قديش من مره خوفتوني عقدتوني مرضتوني بحاجه اسمها خوف يعمل لي فوشيكا ولي كذا الليله مش نحل لكم دوسي نتاع خوف والله ما نرعبكم ان شاء الله ما تخافش انت برك لا ما نخافش هذا تجي تحكي اشجع واحد فيكم ما فهمش شيء انسي ماهوش موجود اي سيدي برا هات نحكيو على الخوف هنا نرجعوا بقلبك طب بقلب اوكي فتح الفوبي هي الخوف من حاجات ولا مواقف يتحط فيها العبد ولا حتى من أشخاص يراها وإلا يفكر فيها أكهو هي ماهيش مجرد خوف عادي الخوف هذا يخلي الإنسان يدخل في حالة هستيريا ودوخة ورعشة وتنجم توصل للبكي علمياً نلقاو برشا أنواع متاع ديفوبي منها المقبول كيما الزوفوبي الخوف من الحيوانات الكلوستروفوبي الخوف من البلايص المسكرة والضيقة وبرشا أنواع أخرى كما الخوف من البلايص العالية أو الخوف من الطيارة لكن ساعات نلقاو ديفوبي مش بالسهل على العقل البشري وخاصة التونسي إنه يقبلها كي نقولكم أبولتوفوبي هي الخوف من الاستحمام معناها فما ناس تخاف من الدوش وتنجم تقعد لمدة طويلة ما تدوش خاطر تخاف لا تغرق مش كين في البانو حتى تحت الدوش مثلاً نلقاو مرأة قاعدة 30 سنة ما دوشتش من الفوبي نلقاو البازوفوبي واللي هو الخوف من المشي معناه فما شكون يخاف يمشي لا يتيح وهو يمشي بون ما نعرفش كيفاش الناس هذي تنجم تتنقل يمكن بالزحف من الحاجات الغريبة من الفوبي نلقاو الشخص اللي يخاف من أي حاجة على يمينه واللي يتسمى ديكستروفوب مثلاً ينجم هو ماشي يلقى فار على يمينه وصيد على يساره عادي يهرب بالفار ويمشي يجري للصيد نعرف صيب تصدقه ولكنه موجود البيديوفوبي هو الخوف من اللي بوبي معناها عادي نراو راجل طوله طولين وعرضه عرضين وشلغمه مبرومة وهو هرب من عروسة ما تضحكوش عليه وقولوا ربي يشفيه فما زيدا شكون يخاف من الزبدة معناها كرا الزبدة تشدوا الرعشة وتلعب عليه الدوخة وكيتمدلوا باكو زبدة ينجم يولي يبكي المرض هذا اسمه بيوتيروفوبي ويمكن هذاك علاش الحكومة اختارت تقطع لنا الزبدة شفتوا كيفاش كي كنا ظالمينهما؟ حتى الأرقام ظهرت تخوف شكون يتصور أنه فما ناس تخاف من رقم 4 أي رقم 4 طلع يخوف والمرض هذا اسمه تيتخافوبي واللي منتشر أكثر في شرق آسيا مثلاً في الهونغ كونغ في بلاساتهم الكل ما فماش ديزيتاج من 40 ل 49 من 39 يتعديوا طول لل 50 الشيغوفوبي الخوف من الفرحة فما ناس تتجنب القعدات والخرجات اللي نجم يلقى فيهم الجو والفرحة والتفرهيد خاطر ديما يخموا اللي فما حاجة خايبة نجم تصير من بعد والثابت هوني انه ميغالو ما ينجمش يكون عنده المرض هذا لانه شعاره اللي يعمل به توا سنين من غير قعدات تمسط الحياة تقعد الفوبيا كما قلنا مرض نفسي وما ينجم يتعالج وربي يشفي الجميع بالنسبة ليك علي نعرفك تخاف من كل شيء وهذا بيدو مرض اسمه بونتوفوبي ندعي لك بالشفاء يا سي علي
أما خلينا اليوم نتعرفوا على الكرونيكور متاعنا من شنية يخافوا. شبيه يا عبير، شبيك أخي كل مرة داير عليه تخطف كريم. نعم. أنت من شنو تخاف؟ تخاف من شنو؟ من المدالينة. تخاف مدالينة يأكلوها؟ نخاف من المدالينة، قالك فمش كل يخاف من الزبدة، كل واحد وعبد كيفاه. أنا نرى مدالينة نهبل، نخاف سياح ندور. شنو اللي يخوفك من المدالينة؟ تخوفني المدالينة، فوبي نخاف، البرتقانة سافا، الليم تشبه. الليم الليم نخاف منه شوية هكا أخضر. المدالينة تشبه لشنو؟ المدالينة ما نعرفش كيفاش، بك أمار ما تفكرنيش، مدالينة يو مدالينة. جدك؟ ليه مدالينة. جدك مدالينة؟ أمار يزي بلا تفدليه. اسمع خايب. على كل عبد وكيفاش، واحد يخاف من المدالينة سبحان الله. شنو عندي أنا مي يخاف من الزيتون بالحق. الزيتون والله الزيتون خويا. والله. فوزي، من شنو تخاف؟ من نفسي. نفسك. نفسوفوبيا نفسي لا بالحق والله تخاف من روحك؟ لا مش من روحي، نخاف من نفسي. ثم ثلاثة أنفس في اللي عند الإنسان يا جماعة، نفس الأمارة بالسوء. اي هذيك هي نخاف منها. باهي ميغال. أنا أكروفوبيا. ها؟ أكروفوبي. أكروفوبي كل حلفوب هذاك. شو هو بلايص العالية هذاك؟ البلايص العالية. أنا نعرف شكون البلايص العالية بتمشي على الكي. أي أنا منها. مريم بابا 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 بابا. أنا سي لو كافار. اي ما نحملش كفار وكعب مدالينا برسمك. ليه 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 يزي مدالينا ليه؟ شنو تخاف؟ يزي يا خلهم يا علي ما تجيبوش المدالين. شنو تفادليك؟ بناها بلعبة ما تفادليك يا مان. مدالينا ليه؟ مدالينا بعد ما عادش تجيب لك حد مدالين. جيب لي سفرج الواحد اختار من المدالينا. ليه المدالينا ليه؟ يزي ومن المدالين. بس خشمه لعب الماست كان بيجيبه كفار ولا مدالين. لا هو كعب مدالين بيوصل كعب كفار. أمان خايف من كعب مدالين. هو مدالين حلوة تقلب. ليه أنت مش فاد ليك مرة كعبة تمصن هكا توه تبدأ تمصن ميسيال جيب مدالين مدالين. فايز من شو تخاف؟ أنا خاف من الكلاب. من الكلاب؟ والله نخاف من الكلاب خاطر صارت لي معهم حكاية مش نورمال. مروح من المدرسة ونشوف في حاجه جايه تجري من بعيد نسخيلها معناها غنم، نسخيل معناها كبش ونعجه واحد طلع كلب. ليه طلع بيسر طلع كلب. انا كي قربت نلقى كلب حبيت نصورهم انا هكاك وسيبوا الكلب وشدوا جرتي يا ولدي سبع سوايع في البوتو معلق والكلاب تنبح. تفضلي مش واضحه رافيه معلق والكلاب تنبح مش واضحه باي. أنا نخاف من السكة متاع ترا بالحق. عندي أون فوبي من السكة متاع ترا. كل ما نتعدى حتى متأكدة والناس متعدية معايا صدقني كي نجي نشق سكة ترا ساعة نغمض عيني. بس من شنو تخاف؟ أنا شربت الكعبة مدالينة خاطر من المدالين. أنا عندي فوبي من شعر الوذنين. ها؟ اللي عنده شعر في وذنين تخاف منه؟ موت. قول والله لا ريتك الحصلك واش سحلمني ترى احنا تو مفدلك كل هنا كان كل مره واحد شي حالات تطلع انا نكذب فيهم الكل. انا خاف من البلاصه العاليه الحاجات العاليه. انا خاف من البلاصه العاليه وقلبي طاح ليله عرسي. ها قلبي طاح ليله عرسي علاش البلاصه عاليه؟ لا مش لا عرفتك اللي انت تبدا تشتح ويجي واحد يغرفك من تالي عرفتك يغطس اي ويقول ان شاء الله مبروك كب ساعتك قول له هبطني والله قلبي. مشيت للطبيب على حكايه المدالينه؟ مشيت للطبيب والطبيب قال لي معناها قال لي اعطاني دي تريتمون معناها قال لي لازمك تواجهها معناها. كيفاش باش تواجه المدالين؟ تحط مدالين تسكر روحك في بيت انت وكعبه مد. اي سيس كيف شكون عملها هذه الفازه؟ لا تربحك مش انا خاف من المدالينا معناها. جد عليك خاف من المدالينا. ضربت حاره مدالينا قبل ما ندخل. بالرسم فما حاجه نخاف منها بار فادر الحظب. نخاف من كي نقعد فوق اربعه من الناس في وسط معناها نبداو قاعدين. كي نقعد في بلاصه قبل حتى حانوت درجني اربعه من الناس ما نحملش عباد ذاك دايره باهي مشكله. ما نحملش الفول. يعني قاعد خاطر نخلص معناها. باش نعطيكم اسامي نتاع دي فوبي. بالفرنساوية وانتم تطلعوهم نتاع شنيا. باش نعطيكم اسامي نتاع دي فوبي. الوغ نبداو يا سيدي. اكزونتوفوبي. 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 حسب رايك نتاع شنو كريم؟
يخاف من واحد زونتا زونتوفوبي الزونتوفوبي يخاف من الجرابه يخاف من الزنط ما يمشيش الحمام هذا لا اش قلت من الاول يخاف من الزنط اش من يزيد صار اش معناتها زنط كزونتوفوبي هاك قالت لك هاك هذيك رات زونتا حتى قالت لك كزونتوفوبي معناها ما ينجمش يراه عبد زونت شنو هو زونتا؟ عريان معناها عريان زونتا يقول عريان شنو هو زونتا؟ ما زونتا ما فما فرق بين عريان كي لابس شورت عريان لابس خاله عريان زونتا غادي من عريان نطف يا رب جدك يا موت الراح زونتوفوبي زونتوفوبي طرزون صحيت كي معاه في هذه معاه تو سكي تو بليس معناها تو بليس معناها بليس امبرير هكاك رب انا كما خلقتني زونتوفوبي الخوف من اللون الاصفر اه بتاع البرقاوي هذي زونتوفوبي اي بلاش معاك الاصفر ليش معناها انا يخاف من التاكسيات يخاف من ماني بالميمي لا ماني هاي سي هاي ما يوقفش التاكسيات جينيوفوبي اللي يخاف من البريك لا جينيوفوبي خاف من الجنود يخاف من البريك دنوني من البريك دنوني الدنون خاف منه خاف من الجينيوفوبي لا جينيوفوبي شبيها كوا وي ننسى كوا انيوني شنو يخاف من الاصفر يخاف من حاجه جينيوفوبي لا جينيوفوبي جنون دار يخاف من الجنون يخاف من ميغان والله هذيك كي نقول لكم تقعدوا تضحكوا شنو هذا اللي يخاف من القمره من قمرة؟ لا هي حاجة فايز. نكتة هي نكتة يخاف من خشمه يمكن ولا حاجة باين خشمه طويل يخاف من الجنيه بسام أشكال هندسية شوفوا الإجابة الجواب الدقنونة الدقنونة هي الدقنونة معناها تبدا تحكي معاه عامل له هكا الدقنونة يخاف منه والله يا أش قولك سي كريم يخاف من الدقنون مش عارف الدقنون هو ها ودقنونته شو عامل فيها؟ نحي له الله اعلم عامل عليها سبيرد راه يخاف عملها فلوس لا كي تبدا عنده كي تبدا عنده مش كيما راه عنده غيره اه معناها ما عادش يخرج الشارع اللي يخرج اللي وراه عبد تحكي معاه لا بدخل مش تعمل دقنونه اي احنا راه نقولوا راه مصطلح الدقنونه اللي عنده زاده تحت المشوار هنا هابطه شوي لغلوه تسمى الدقنونه معناها شوف شوف بندرمان يموت معناها بندرمان ما عندوش ما عندوش بندرمان اه الدقنونه الرقبه انا في بالي الدقنونه الدقنونه هي هذه وما تحتها هذه وما تحتها بيان سور معناها اي المصطلح الموالي الدقنونه لا لا تي دايوفوبي بالله عاودها تقول لا لا تي دايوفوبي لا لا تي خاف من هذه طريفة برشا خاف من كريم انا لا تداوفوبي ها يا كريم يخاف من الضباب من مش يخاف لا لا مش يخاف يقلب فيها بالعربي ويشوفها تركب لا لا هيا والله يخاف من نهار الاربعاء تخاف من نهار الاربعاء انت ما لقيت حتى شيء يا ولاد ميغان لا تخالت نلقى عندي فوبيا انا اللي بقيتهم الكل مش ما بيدهم الفوبيا اللي غاد فوز ممكن يخاف من واحد بوجهين هذا يخاف يخاف من جرماني جرماني يخاف من غزة الجرمان هذا هذا يخاف من ناناتو ولا حاجه ها ناناتو شو ناناتو ناناتو ماميتو معناها نانا ماميتو عاد شو ناناتو باي لا لا جيتونا بس خاف من بيبان هذه نتاع البط عين البط هو المريض المريض ديما يحس ان فما بطه تغزر تغزر له وتراقب فيه بطه باللطف يا ربي هوس البط هوس البط بق 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 هيك يخاف بالحق واحد يخاف من البط لا هذه مرض شنو لا اجا فاهم انا نعطيك في مصطلحات علميه مش فني لا راهو هذا مريض البط مش هو يراه بطه يخاين ديما يستخيل فما بطه تخزر هذا هو هذا شنو قصد هذا شنو قصد باهي نمشيو خاطر تعرف الناس تجي هذيك ولا علاه خاطر معروف البط راه عنده اتاك خايب على الاخر خاصة يلعب مع الصغار جدك تحكي ما نعرفش والله يجي مع الصغار عنده ضربة خايبة البط لا شو هذه 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 طريفة برشا زاد لا جينيوفوبي ما انا قلناها لا جينيوفوبي قلناها ما قلناهاش جينيوفوبي لا جينيوفوبي تخاف من يمكن من الحبالة يخاف من الجينو الركبة يخاف من المفاصل
مركي قاعد نربط فيها وجهي يخاف من شنو عاود يخاف من هذا اللي تحت القروش اللي تحت الركبه هذا وجواب صحيح اي جيني الركبه تحكي بجدك والله صحيح بالله مش نربط والله والله العظيم والله صحيح والله العظيم جنوب المدنيين هذاك اقسم بالله لا في بالي به والله الجنوب الركيب الخوف من الركيب من الركبه صحيح والله والله يخاف جنوب وميزه هاي هذه هي زادة طريفة لا بنتي كنت تخاف من بابيتو لا استنى هذه صعيبة لا بابيتو ليتوفوبي لا بابيتو لا خاف من بابي تواليت بابي تواليت فوبي والله الجواب صحيح يا ولدي والله ما في جواب صحيح والله ايش خاف من بابي والله يخاف من بابي تواليت برافو كيفاش عرفت؟ اقسم بالله ورسم ميمت الغالي لا ريت حتى اجابه ريت بابي تواليت فوبي بابي تواليت فوبي والاخر جيني فوبي وانا نخاف من الركايب جدا قبل بالرسم خاطر تقول لي مسدني ركايبي وانا صغير شبيهم جيب لي دبوس السنتور وانا صغير مسكينه وين الركايب قول لك ادهني تقول لي وليدي ادهني نعدي نهاري ندهن لها في ساقيها انا نمشي نقرا وانا ندهن في الركايب ساقيها مسكينه وركايبها تمصك السنتور عرفت تشيح من شيء تقول لي عاود عاود راوني اش تعمل ندهن في الكيب ساقي انا نرجع من بعد الويكاند وحده تمشي لعند دراهم وحده تمشي دراوين كل وحده تحكي ايش عملت البارح وانا نحكي في كل ندهن في الكيب جدا طفوله تعيسه في المكتب ونخاف من المدالين انا اه يا سيدي نبدلوا ساعه بساعه نمشيوا البلاي كيدز يلا طب بسام حمراوي سمير سنقول أمور جديدة أمور جديدة بسام قوية عميفو خوفو كريم سبي انت زادة اذا عمرك اقل من 12 سنه انزل بلاي وابعث لنا على 58 080. اه يا سيدي تصفيقه كبيره على صغيره تكبر من هكا بلديك عملها طفل الاخرين تش تعملها على هذيك صعيبه اللي عملها طفل صغير هذيك الاخرين كيفاش هذيك الشطحه نتاعو لا منجمش وري هذه كيفاش شكون يعملها كيفاش البروفيسور نتاعنا بسام انت تعرف تعملها والله ما نعملها تجي حاجه خايبه كنعمل عليه مش سهل شو تجي حاجه خايبه على الاخر نبدا نعمل لك ونظهر خايب على الاخر ما نعرفش كيفاش كريم والله ماني عارف بلي نجرب ترى كيفاش اعملها لوطه بالموسيقى بالموسيقى لا لا I'm
تعالي كبيرة لي يصفقوا لي هاد صحاب برافو يا سيدي ايوا بس باش تقول حاجة اي عندي كلمة بربي كان تسمحوا لي فما اكسيون فما باج هي ديجا اسمها انسومبل بور لي زانيمو دو لا تونيزي هذايا عملها سفيان ورغي ومجموعه فيها اشرف سميه دالاندا برشا معناها شباب الهدف نتاعهم شنو هي؟ انهم ينقصوا من الكلاب السايبه في الشارع معناها الهدف معناها القضاء على الكلاب السايبه مش بالقتل نتاعهم القضاء يعني يلزمنا معناها نحيوا الكلاب السايبه لكن بالشارع لكن بطريقه انسانيه اكثر خاطر باش ربي يرحمنا خاطر ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء راي فما ممارسات بتاع بلديات كرتوشة وبالرش ويخلوهم مكاك مسايبين وساعات يخلوهم مجروحين يعيشوا بجروحهم معناها نرحموا أموا كي احنا مانيش نرحموا في بعضنا كبشر أموا نرحموا الحيوانات شو التصويرة بالله قتلوها وخزر الجراو متاحة معناها راهو منظر معناها مبعض معنيني فما الحل فما الحل راهو الحل موجود الجماعة هذوما مش كان هما بركة لكن بالأخص هذوما اللي باش نحكي عليهم الوليدات هذوما عاملين اكسيون حلوه ياسر اللي هي باش يشدوا الكلاب هذوك الكل حاجتهم ملجا يعني يطلبوا من البلديه انها تعطيهم قطعه ارض ولا اسباس لا مش باش يربيوها هاي فما حل هم باش يلموهم وفما دي فيترينير متطوعين باش يعملوا الكاستراسيون وباش يعملوا ستريليزاسيون للكلاب باش ما عادش يجيبوا صحيت وباش يعملوا لادوبسيون دونك شنو اللي يلزمهم؟ يلزمهم الاسباس هذايا باش ينجموا يعملوا فيه التلقيح ويحضروا له الكارني ونحب نشكر السيد سمير بسوسيه رئيس بلديه بومهل البساتين اللي حكاوا معاه البارح وعطاهم اسباس وفما زاد رئيس بلديه المرسى ماذا بهم زاد يستمع خاطر وعدهم عنده برشا باش ينقصوا من الكلاب السايبه هذايا راهو القضاء على الكلاب السايبة مش بضرورة قتلهم وإنما نحيوهم مش أنا ليلى نحب نشكر فما ريب أي فما ريب فما ريب تو يتعدى تو لهنا باش ينجموا يشريوا لي فاكسان اللي يحب يساهموا اللي يساهم نعرف راهو فما عباد تستحق لا محالة أما راهي حكايات فارغة هذيا هيك الفاكسان وكذا حتى على صحة صغارك وصحتك أنت نهار آخر وباش ترتاح منها الظاهرة هذيا بتاتا أنا زادة نحب نشكر باسمي وباسمكم كرياسيون البلدي الملابس هذوما اللي لابسينهم احنا اليوم هذوما لي كرياسيون تاع صديقنا المصمم العالمي جو دي بيان رمزي بن وديفة يعطيه الصحة ولا بالحق ديكوراسيون زاد ديكوراسيون قبيليكا اللي صارت في الحفلة نتاع المزود ديكوراسيون ايفنت القاعدة زاد تحية كبيرة ليك فاصل صغير فاصل باهي مش ميساج جوست معناها باش نحب نشكر فما اللي لبسني معناها محرز فريب من بجد مشيت انا وميغال وفرح بينا على الاخر ومش نعملوا له في بيب ولا حكايه محرز فريب موروج العباد اللي تحب اللبسه والكل حاجه رخيصه ولبسه سينية محرز فريب موروج يشيخك قش هذه اللي تحب انت كابوشيت رجلي حاجه والله حانوت محرز فريب مشاو معاه حانوت فريب ما مش عارف احنا الهوايه نتاعنا فريب قول والله بطل عنا في الفريب جهر بيهزوني اقسم بالايش نزوك والله نمشي وين 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 نسافر فريب محرز فريب خير منهم على على ذكر على ذكر الفريب عندنا عرض نهار 23 اشتغل الفريب عرض 23 لبس من الفري دونك نهار عرض ملا عيله بسام الحمراوي وفيصل الحضيري ونعيم الجاني وميمه بن حفصيه اخراج صادق حلواس ملا عيله نهار 23 في المسرح البلدي بتونس لانكو لاين 24 706 706 24 706 706 كريم عندك عرض الاخرانيين اللي ماهوش موجود 17 نوفمبر في الكوليزيه في تونس العاصمه ان شاء الله 17 نوفمبر و20 نوفمبر في الزفير و24 نوفمبر في صفاقس اخر عرض باش يكون مسرحيه في صفاقس 24 نوفمبر في نهر فنون صفاقس 22 2 5 4 3 9 22 2 5 4 3 9 اللي ما تفرجش فيه ماهوش موجود العروض الاخرى مرحبا بيه ان شاء الله نعملوا حاجه جديده ميرسي نهاية حلقتنا من برنامج أمور جدية ما بايع عندك ميرسي مون أي كالعادة مكياج والكوافير فاخر بيوتي سنتر ميرسي فاخر ميرسي فاخر يعطيك الصحة تحية كبيرة كريم الغربي مريم